لو انني المراه الوحيده اللي كنشارك مع الرجال، واحد مجموعه كبيره من الرجال، ما كاينينش نساء اخرين، ما عمرني ما حسيت براسي بانني فقدت هاد الانوثه ديالي. اهلا واضح، كوكو تو الموند، معكم هند اباتورا. انا الحب ديال سباق السيارات كان ملي كنت وانا صغيره، بحكم ان الوالد ديالي كانت عنده مدرسه ديال تعليم السياقه، فكنت دائما كنكون معاه وتنحضر من لي مونيتور، كنركب دوك لي فواتور ديال سياره التعليم، وهذا كيكون فيهم دوبل كوموند. الوالد ديالي كذلك كان كتعجبو المحركات، كيعجبوه المغامرات، دونك كبرت في داك الجو. ما عنديش خوتي دراري، حنا كنا بنات، دونك انا هي بنته الكبيره، فحاول بطريقه او باخرى انه زعما يل مو ترانسمي داك لامور ديال هاد لو سبور اوتوموبيل. كان ديما تعجبني الفكره، وكنت كنسول كيفاش نقدر ندير باش انا نكون متسابقه ونكون انايا بيلوت دو كورس اوتوموبيل. ما تحتي الفرصه حتى مشيت استقريت في مدينه الدار البيضاء، منين سكنت تما مشيت لواحد لو كلوب، ومن وداك في داك الوقيته ثاني تخديت اون فواتور دو كورس وبديت اول سباق ليا. هي في الاول ماشي يلاه بديت في 2009 في 2010، بصراحه ما كانوش القاب، كنت يلاه تنتعلم وتنتمرن لان ما كانش عندي واحد الدرايه كبيره بمجال ديال سباق السيارات. اول لقب خديته كان في 2015، بحيث انني احتجيت المرتبه الثالثه في البطوله الوطنيه المنظمه من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لسباق السيارات. 2016 احتجيت المرتبه الاولى في البطوله الوطنيه، 2017 المرتبه الاولى، 2018 المرتبه الاولى، وكذلك تمكنت من الفوز بكاس العرش انا والنادي ديالنا. 2019 كذلك المرتبه الاولى، 2020 مع كان الوباء ما لعبناش، 2021 كذلك تمكنت من احتلال المرتبه الاولى. يعني دابا انا 5 سنوات الحمد لله وانا بطله ديال المغرب. ما كاينش حاجه سميتها مستحيل، ملي كتكون كتبغي شي حاجه وكتعجبك وبغيتي ديرها كتحققها. الا هضرت مثلا انا على تجربتي الشخصيه، دخلت لواحد الميدان اللي هو ذكوري 100%، ما كنتش عارفه فيه، ما كانش عندي واحد يعني ما كانش عندي واحد ليدي كبيره، واحد ليكسبيريونس كبيره انني ندخل في واحد حلبه ديال سباق سرعه في حلبه مغلقه مع مجموعه كبيره من الرجال، وتكون انت المراه الوحيده مع الرجال، وتحقي يعني القاب وتحتلي المرتبه الاولى لمده سنوات متتاليه. كان هذا كيبان لي شي حاجه مستحيله، ولكن من خلال التجربه ديالي الشخصيه اقتنعت بان بالحب بلا ديسيبلين برضات الوالدين اوسي بهادشي كامل، ما كايناش حاجه سميتها مستحيله، نقدروا نحققوا اي حاجه بغينا نحققوها.